إذن بداية، ملك المغرب محمد السادس يدعو الجزائر إلى حوار مباشر، دعا إلى فتح الحدود مع الجزائر وتطبيع العلاقات بين البلدين. بداية سيد إبراهيم أبو لحية، كيف تقرؤون تصريحات ملك المغرب محمد السادس التي أبدت الكثير من الليونات والتنازلات تجاه الجزائر؟ شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا سعيد باستضافتي في قناتكم الكبيره. اعتقد بان دعوه الملك محمد السادس لاستحداث اليه حوار بين الجارتين، اعتقد بان هذا الكلام سبق وان قلناه، وقلنا بان الجارتين او المغرب والجزائر يجب ان يرسي علاقات متميزه وعلاقات مستقره وعلاقات دائمه لفائده الشعبين المغاربيين الجزائري والمغربي. وكنا دائما من دعاه الحوار واحترام الجار واحترام الراي والراي الاخر، لان ليس من المعقول ان تشن الحروب كل يوم من قبل الجزائر ومهاجمتها من طرف العديد من المسؤولين المغربيين مجرد ان الجزائر تقول رايها ولا تخبئ مثل هذه الاراء التي دائما تقول باننا مع احترام إرادة الشعوب واحترام الجيران واحترام الأمن والاستقرار لهذه المنطقة المغربية، كما أننا كنا دائما من دعاة بناء المغرب العربي لفائدة الشعبين ولفائدة المغرب العربي بصفة عامة. هذا المغرب العربي الذي حلم به وعمل من أجله آباءنا وأجدادنا يجب أن لا نفرط فيه. وأعتقد بأن علاقات آمنة ومستقرة ودائمة بين الجارتين هو لفائدة الشعبين الشقيقين وليس في فائدة جار دون جارنا. طيب سيد إبراهيم بولحية، لو نركز فقط في ما صرح به ملك المغرب في خطابه وما تحدث عنه، دعا الجزائر كما نعلم لآلية تدعو للمشاركة بين البلدين، أيضا مكافحة الإرهاب. هذا ربما خطاب مخالف لخطاباته السابقة التي كنا نسمعها من قبل. لماذا هذا الإصرار وفي هذا الوقت بالذات؟ يا رميد، أعتقد بأن عندما يدعون أحد، أي أحد في العالم ليس المغرب بالذات، إلى مكافحة الإرهاب، فأعتقد بأن الجزائر الآلية التي قدمتها الجزائر والمقاربة التي قدمتها الجزائر لمكافحة الإرهاب هي سابقة لكل دول العالم وتم اعتمادها من الأمم المتحدة. وسبق وأن قلنا بأن الإرهاب ظاهرة دولية يجب التعاون من أجلها ويجب التعاون من أجل القضاء عليها دائما، وكانت هذه كلماتنا وكانت هذه تصريحاتنا وكانت هذه سياستنا. الأشقاء في المغرب سبق وأن اقترحنا عليهم بأن نجلس ونعالج كل الملفات كل... طيب هذا ما تحدث عنه الملك المغربي، قال نحن مستعدون للمقترحات الجزائرية لتجاوز الخلاف. في رأيك سيد إبراهيم بولحية، ما هي المرحلة المقبلة وماذا يجب أن يكون في خلال المرحلة المقبلة؟ نحن يدنا ممدودة لكل الأشقاء وممدودة لكل الجيران وممدودة لكل الدول الصديقة والشقيقة من أجل تسوية الخلافات سياسيا وبالحوار وبالنقاش وتجاوز مثل هذه الاتهامات التي كانت دائما سباقة لها المغرب تجاه شقيقتها الجزائر، التي لم يسبق ولم يكتب عليها التاريخ بأنه صرح أي مسؤول جزائري بتصريح يمس المغرب أو يمس قيادة المغرب أو يمس أمن واستقرار المغرب. نحن أعتقد وهذا رأيي الشخصي ويبقى رأيي الدبلوماسية الرسمية الجزائرية هو الذي يستطيع أن يعطيكم الرأي في تصريحات الملك المغربي، لكن أعتقد بأنه آن الأوان لأن تتجاوز المغرب مثل هذه الاتهامات الباطلة في حق شقيقتها الجزائر، والجزائر
الجزائر واقفها ثابتة بأنه لا تتدخل في الشؤون الداخلية لغيرها ولا تعمل من أجل إحداث أي بلبلة في جيرانها. طيب نقطة أخيرة فقط سيد إبراهيم أبو لحية، خطاب ملك المغرب كما نعلم كان بمناسبة ما تسميه المملكة المسيرة الخضراء كما نعلم، يأتي في وقت تم فيه تمديد مهمة المينورسو في الصحراء الغربية لستة أشهر إضافية بعدما طلبت المغرب عام كامل على ما أظن. هل للأمر علاقة بما صرح به ملك المغرب محمد السادس، خاصة وأن المغرب تريد استمرار الوضع على حاله؟ هي ما طلبت تمديد مهمة المينورسو إلى عام كامل. نحن نقول وما زلنا نقول بأنه يجب احترام شقيقتنا الصحراء، شعب الصحراء الغربية، ويجب أن يمكن هذا الشعب من التعبير عن رأيه وتقرير مصيره بواسطة استفتاء مأمور به ومقرر من طرف الأمم المتحدة. ونحن هذا ليس رأينا بل هو رأي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي قرر بأن يكون هناك استفتاء في لهذا الشعب الصحراوي. ثم أن المينورسو أعتقد بأنه آلية من آليات الأمم المتحدة وهي التي قررت بتمديد لها بمدة 6 أشهر أخرى من أجل الحفاظ على الأمن والحفاظ على توقيف القتال وإطلاق النار بين الشعبين الصحراوي والشعب المغربي. صحيح، في انتظار الرد الجزائري على خطوة محمد السادس إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم بولحية، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة سابقا، كنت معنا على المباشر. شكرا جزيلا لك.